السلام عليكم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم. حياكم الله بفيديو جديد من قناة خواطر الفكرية. إن شاء الله بهذا الفيديو القصير راح نسلط الضوء على سؤالين من الشيخ الكوراني ودعم السؤال الأول، الإجابة الأولى على السؤال الأول والإجابة الثانية على السؤال الثاني بقصة تخص الوهابية وشاهد عيان في ذلك الوقت. السؤال الأول: لماذا لا توجد أخبار عن الأنصار؟ لماذا طمست أخبار الأنصار؟ السؤال الثاني: هل تتوقعون أن أخبار السيدة زهرة عليه السلام خاصة الظلامة لم تصلنا؟ إن شاء الله سيجيب الشيخ علي الكوراني بخصوص هذا الموضوع، لكن مثل ما قلنا سيدعم هذه الأجوبة وهذه الإجابات بمثال أو بقصة حدثت على أرض الواقع. من الممكن أن تطمس أخبار، تطمس حكاية، تطمس أمور، فهذه الأحداث فإذا كانت قريبة تطمس، فما بالك بالأحداث البعيدة والتي صار لها 1400 سنة أو أقل من ذلك. سؤال يقول: لماذا هذا التغييب لدور الأنصار في التاريخ حتى أنه لا ذكر لهم؟ الأنصار لمن ما وقفوا، رفضوا خلافة أبو بكر وعمر، صاروا مغضوبين عند قريش، ولما نهضوا كلهم مع علي في حرب الجمل وصفين صاروا مبغوضين أكثر، فصار سياسة التعتيم والطمس. إذا عندهم حديث ما يرغبون في فضائل أهل البيت، في فضائل شيعتهم، فهذا إما أنه يكذبوه أو لا، يمنع قراءته، يمنع تدوينه، ويعتمون عليه ويطمسونه، هذه سياستهم. يقول: هل ممكن أن كل ما حدث بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وما جرى على الزهراء، هل تحتملون أنه ما وصلنا؟ أنا أقطع بذلك قطعي، الأحداث اللي صارت كثيرة، وهجومهم على بيت علي وفاطمة واضطهادهم لهم في أوسع مما وصل إلينا. اللي وصل إلينا أولا شحيح لأن الرواة يخافون، من ناحية ثانية أهل البيت ما يردون، دائما يتكلمون بظلامتهم، يتكلمون بحججهم. نعم، فإذا هناك إخفاء لما حصل. و أنا قلت لواحد مرة، واحد جاينا ويقول أنه سمعت هنا ناس يحبون أجدادي فجيت لكم. شفت هذا نجدي، شكله نجدي سعودي. قلت له: منين انتقل؟ من الحسنيين. وين أنتوا؟ قال: إحنا ساكنين بالطائف. كثيرين؟ قال: إيش 10,000. قلت له: وانت كم عمرك؟ قال: 75 سنة بوقتها. قلت له: يعني تذكر 1925 لما دخلوا الوهابية إلى مكة، انت تذكر؟ قال: لذة شرني لي الشيخ، لذة شرني. قلت له: كيف؟ قال: والله انا كنت عجي، كان طفل، اول ما دخلوا الوهابية شعلوا النار في دورنا. هذه طبيعة العرب، أول ما تهاجم قوم احرق بيته، شعلوا النار في بيوتنا. أمي ركضت وأنا تعلقت بثوبها، كنت عمري 7 سنين، عجي، ظلينا نركض إلى الطائف. طيب هذا أمس الحادثة صارت، ما واصلتنا. فمن المؤكد أن اضطهادهم وهجومهم مرتين على بيت الزهراء وعليه سلام الله عليهم أوسع مما وصلنا، اللي وصلنا جزء منه.